تدخل الحكومة إذا رغبت في ذلك حسب مقتضيات النظام الداخلي. السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عندنا ساعة وسأر الحكومة عندها ساعة وسبعة وأربعين دقيقة. تفضل السيد الوزير. والسادة النائبات والنواب المحترمون، تفاعلا مع مضامين العرض الذي قدمته السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس الأعلى برسم سنتي 2019 و2020 أمام البرلمان بتاريخ 11 ماي الماضي، يسعدني أن أقدم أمام مجلسكم الموقر مجموعة من المعطيات في شأن مضامين العرض وكذا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سياق تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتضمنة في التقارير الصادرة عن المجلس. لقد ركز عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على التحديات المرتبطة بالتمدرس بالوسط القروي، باعتبار هذا المحور يندرج ضمن أهم استراتيجيات التربية والتكوين المعتمدة ببلادنا منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، علما أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز علاوة على ذلك مهمات رقابية أخرى تتعلق بالتربية الدامجة وبتقييم آليات توجيه التلاميذ وبعلاقة قطاع الرياضة بالجامعات الرياضية. وبالفعل فإن دعم وتطوير التمدرس بالوسط القروي يندرج ضمن الانشغالات الأساسية للوزارة لارتباطه بالإنصاف وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الحق في التمدرس. وعلى هذا الأساس، وحيث أن الوقت لا يكفي لمناقشة مختلف هذه التقارير وانسجاما مع عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الذي ركز بشكل خاص على التمدرس بالوسط القروي، فسأخصص الحيز الأكبر لهذه المداخلة على هذا المحور. سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون، منذ اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين تم بذل مجهودات كبرى من أجل تعميم التعليم الإلزامي مع إلى أهمية خاصة للوسط القروي ولتمدرس الفتيات، وهو ما مكن من تحقيق تقدم هائل على مستوى توسيع العرض المدرسي والرفع من مؤشرات التمدرس بالوسط القروي وبمختلف الأسلاك التعليمية. وقد جاءت هذه النتائج ثمرة للتدابير المتخذة إن على مستوى توسيع البنية التحتية المدرسية أو فيما يتعلق بخدمات الدعم الاجتماعي المتنوعة. غير أنه رغم التطور الحاصل فإن تنمية التعليم بالوسط القروي لا يزال يشكل تحديا ذا راهنية، وهو ما يعكسه القانون الإطار، إذ يؤكد على مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية والشبه الحضرية والمناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وعلى مواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين. فنقطة المحور الأول اللي بغيت نطرق له هو على مستوى تعميم التمدرس بالوسط القروي والمساواة بين الجنسين. لقد سجلت المؤشرات التمدرس تطورا إيجابيا سنة بعد أخرى رغم الظرفية الصعبة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة بفعل تداعيات سلبية لجائحة كورونا. فبالتعليم الأولي وبفضل الجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، تطورت نسبة التمدرس بشكل جد ملموس خلال فترة ما بين سنتي 2014-2015 إلى سنتي 2020-2021، حيث انتقلت بالوسط القروي من 36% إلى أكثر من 66%،
أي بزيادة حوالي 30 نقطة. وفيما يخص الإناث كانت الزيادة من 45% إلى 71%. كما تعمل الوزارة على رفع من وتيرة توسيع العرض التربوي للتعليم الأولي خاصة في العالم القروي وفي هوامش المدن بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف القضاء على التفاوتات المجالية القائمة في هذا المجال. أما بالسلك الابتدائي فقد ناهزت نسبة التمدرس برسم سنة 2020-2021 تقريبا 100% سواء بالنسبة للوسط القروي أو فيما يخص خاصة فئة الإناث. بالسلك الثانوي الإعدادي قد سجلت نسبة التمدرس خلال سنة 2020-2021 نسبة ديال 85%، أي بزيادة 12% إلى قارناها مع ما كان تتسجل خلال الفترة سنة 2014-2015. نفس المنحة تم تسجيله بالسلك الثانوي التأهيلي حيث انتقلت نسبة التمدرس بالوسط القروي من 41% إلى 46% سنة 2020-2021. إلى خدينا المحور الثاني اللي هو على مستوى الانقطاع الدراسي، لقد اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير والإجراءات لمجابهة العوامل المتعددة التي تؤدي إلى التسرب الدراسي، غير أنه ورغم النتائج المحققة فلا يزال الانقطاع الدراسي في التعليم العمومي يشكل تحديا رئيسيا للمنظومة التعليمية. ينبغي تضافر الجهود مختلف المتدخلين للقضاء على مسبباته. فخلال الفترة ما بين 2014-2015 و 2020-2021 وبمجموع الوسطين فقد استقرت نسبة الانقطاع الدراسي بالتعليم الابتدائي في حدود 2.9%، وانخفضت بالسلك الثانوي الإعدادي من 12% إلى 9.7%، وانتقلت بالسلك الثانوي التأهيلي من تقريبا 14% إلى 7.4%، وهما مستويين اللي هنا تنعتبرهم مازالين مرتفعين بالنسبة للأهداف اللي احنا حددناها. ومن بين التدابير المتخذة للتصدي للهدر المدرسي يتم تركيز الجهود على توسيع البنية التحتية المدرسية وتقريبها من المستفيدين من التمدرس وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي لمواجهة المعيقات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون ولوج المدرسة أو دون مواصلة التمدرس بها. وتتمثل هذه المجهودات أولا في إحداث المؤسسات التعليمية التي بلغ عددها الإجمالي تقريبا 11500 مؤسسة، منها 6300 بالوسط القروي، أي بالنسبة 55%. ثانيا مواصلة تغطية الجماعات القروية بالتعليم، حيث ارتفعت هذه النسبة بالتعليم الابتدائي إلى حدود 99%، أي 99 من الجماعات الترابية هي مغطاة بمدارس ابتدائية. في خلال أما بالنسبة لباقي الأسلاك فقد تطورت نسبة التغطية حيث وصلت إلى 73% بالسكل التعليم الإعدادي وإلى 36% بالسكل الثانوي التأهيلي. وتجدر الإشارة إلى أن صعوبة التغطية الشاملة للجماعات القروية بالتعليم الإعدادي والثانوي تتجلى أساساً في ضعف البنية التحتية بعدد كبير من الجماعات القروية، ولا سيما بتلك التي تعاني من وعورة المسالك وتشتت الساكنة، مما يستلزم مساهمة عدد من الشركاء في بناء وتأهيل هذه المؤسسات.
النقطة الثالثة هي توسيع شبكة المدارس الجماعاتية، حيث ارتفع عددها الإجمالي مع الدخول المدرسي الحالي إلى 226 مدرسة جماعاتية، يستفيد من التمدرس بها حوالي 60,000 تلميذ وتلميذة. وتواصل الوزارة مجهوداتها لتوسيع العرض من المدارس الجماعاتية، حيث تطمح إلى إحداث حوالي 250 مدرسة جماعاتية إضافية برسم السنوات الخمس المقبلة. كما أطلقت الوزارة دراسة لتقييم وتطوير نموذج المدارس الجماعاتية بغية الرفع من جاذبيته ومردوديته. النقطة الخامسة هي رفع من عدد الداخليات، حيث انتقل عددها بالأسلاك التعليمية الثلاث من 760 داخلية في الموسم الدراسي 2014-2015 إلى تقريبا 990 داخلية سنة 2020-2021، أي بزيادة قدرها 29% على الصعيد الوطني. وارتفع عدد الداخليات بالوسط القروي من 426 إلى 635 داخلية خلال نفس الفترة، أي بزيادة قدرها 49%. أما فيما يخص الرفع من عدد المستفيدين من خدمات الدعم الاجتماعي، حيث استفاد من الإطعام المدرسي خلال الموسم الدراسي 2020-2021 ما مجموعه أكثر من 1,230,000 تلميذة وتلميذ، منهم تقريبا 1,160,000 بالوسط القروي. كما استفاد تقريبا 111,000 تلميذ وتلميذة من خدمات الداخليات. وكما أن الوزارة بصدد تجريب نظام جديد للإطعام بالداخليات والمطاعم المدرسية، يقوم على تفويت هذه الخدمة في إطار تعاقدي من أجل تجويدها وتجاوز بعض المشاكل والإكراهات التي يعرفها النظام الحالي. أما بالنسبة لخدمة النقل المدرسي، فقد بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين ما مجموعه 334,000 تلميذة وتلميذ سنة 2020-2021، منهم تقريبا 278,000 بالوسط القروي. وبخصوص عدد المستفيدين من المبادرة الملكية مليون محفظة، فقد بلغ 3,700,000 مستفيد ومستفيدة خلال نفس الموسم، منهم 2,400,000 بالوسط القروي. أما برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة، فقد استفادت منه 2,500,000 تلميذة وتلميذ، ينتمون تقريبا 2,000,000 منهم إلى 2,000,000 أسرة. وفي نفس السياق تسعى الوزارة في إطار خارطة الطريق 2022-2026 إلى التي هي قيد الإغناء والتدقيق إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الدعم الاجتماعي وتحسين جودة هذه الخدمات من خلال نهج مقاربة مندمجة لتدبير مكونات الدعم الاجتماعي المختلفة، إلى جانب اعتماد نموذج للحكامة والتمويل يضمن استدامة الخدمات والتقائية عمل الفاعلين المعنيين. ومن جهة أخرى يتم اعتماد مقاربة وقائية للتصدي للهدر المدرسي من خلال تعزيز الدعم المدرسي لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم والمعرضين لخطر الانقطاع عن الدراسة في إطار برنامج المواكبة التربوية، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية وخاصة في إطار عملية من طفل إلى طفل وقافلة التعبئة المجتمعية لإرجاع المنقطعين وتسجيلهم في المؤسسات التعليمية ومواكبتهم من أجل مسايرتهم للدراسة أو تسجيلهم للاستفادة من التعليم غير النظامي، لا سيما في إطار مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد.
ورغم هذه المجهودات المهمة والتي تتطور باستمرار، فإنها تبقى غير كافية للقضاء نهائياً على ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، ولا سيما بالوسط القروي، نظراً لتعقد هذه الظاهرة اجتماعياً ومجالياً وثقافياً، وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع في إطار تعبئة وطنية شاملة من أجل بلورة حلول عملية وفعالة لظاهرة عدم التمدرس في ظل إعمال قانون إلزامية التعليم. وعلاقة بذلك، واعتبارا للأدوار التي يمكن أن تقوم بها الجماعات الترابية في تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين، فإن مصالح الوزارة بالتنسيق مع الجماعات الترابية هي بصدد التحضير لوضع إطار تعاقدي شمولي مع هذه الجماعات لمدة 5 سنوات المقبلة على شكل عقود برامج يتم تنفيذها من خلال برامج التنمية الجهوية وبرامج التنمية الإقليمية وبرامج عمل الجماعات وفق مقاربة ترابية تشاركية تراعي الأولويات والحاجيات التنموية على مستوى الجهوي، وتساهم في تحقيق تعبئة مستدامة لمختلف الشركاء على المستوى الترابي. المحور الثالث هو على مستوى مرافق البنيات التعليمية. لقد سجل المجلس الأعلى للحسابات عدم توفر مجموعة من الوحدات المدرسية على الظروف الملائمة للتحصيل المدرسي، وخاصة الربط بشبكة الماء والكهرباء والصرف الصحي. وبهذا الخصوص، وتعزيزا للمجهودات التي تم بذلها خلال السنوات الأخيرة وفي إطار دعم المؤسسات التعليمية حتى تؤدي الأدوار المنتظرة منها على مستوى تمكين التلاميذ من التحكم في الكفاية الأساس ومن التفتح والتشبع بالقيم طبقا لأهداف مشروع خارطة الطريق 2022-2026، عملت الوزارة خلال هذه السنة على إطلاق برنامج للتدخل الاستعجالي لتأهيل المؤسسات التعليمية والداخلية المدرسية برسم سنتي 2022-2023 بما فيها المؤسسات التعليمية بالوسط القروي، من خلال وضع برامج جهوية وإقليمية لتأهيل البنية التحتية المدرسية تنطلق من تشخيص شامل ودقيق لوضعية مختلف المؤسسات التعليمية. وقد تم الشروع الفعلي في تنفيذ هذه المخططات في أفق الانتهاء من الأشغال الصيانة والتأهيل المستعجل قبل موعد الدخول المدرسي المقبل، وتأهيل المؤسسات المتبقية خلال السنة المقبلة. وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، تم العمل على تأهيل تقريباً 1400 مؤسسة تعليمية، منها إعادة بناء 1151 حجرة منذ الانطلاق الفعلي للبرنامج سنة 2017. وتجدر الإشارة إلى الدور الهام الذي يلعبه هذا البرنامج في المجال القروي في تعزيز الولوج إلى البنية التحتية المدرسية عبر التقائية مكونات ته ومقاربة الاندماج الترابي، غير أن حجم الخصاص الحاصل يستدعي تعزيز مساهمته لفائدة المنظومة التربوية ومضاعفة الحصة المخصصة لقطاع التعليم من خلال تمويل مشاريع استثمارية تهم بالأساس تأهيل وتهيئة المؤسسة التعليمية بالوسط القروي. كما تجدر الإشارة إلى أنه في إطار استثمار كل الإمكانات المتاحة، فقد تم العمل على إدراج العمليات المرتبطة بتأهيل المؤسسات التعليمية ضمن المجالات التي يشملها البرنامج الحكومي أوراش، وفق الحاجيات التي يتم تحديدها بتنسيق مع اللجان الإقليمية المختصة. كما تم التوقيع خلال السنة الجارية على اتفاقيات إطار مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل الإشراف المنتدب لتنفيذ مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية، وهو ما يسمح ببناء وتأهيل الفضاءات التربوية وفق معايير الجودة المطلوبة.
سيد الرئيس، سادة الوزراء، سيدة والسادة النائبات والنواب المحترمون. فيما يتعلق بالتربية الدامجة، تواصل الوزارة مجهوداتها من أجل تكريس حق الأطفال في وضعية إعاقة في التعلم وفي اكتساب المهارات والكفايات الملائمة لقدراتها، وذلك من خلال البرنامج الوطني للتربية الدامجة. وقد مكن هذا البرنامج الذي أعطيت انطلاقته في يونيو 2019 وبعد سنتين من تفعيله من تحقيق تطور ملموس في عدد التلاميذ في وضعية إعاقة الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية المصنفة دامجة، والذي ارتفع إلى حوالي 93 ألف تلميذة وتلميذ. كما استفاد ما مجموعه 660 طفل وطفلة من إعادة التمدرس في إطار مدارس الفرصة الثانية، وكما ارتفع عدد قاعات الموارد للتأهيل والدعم الذي وصل إلى تقريبا 1900 قاعة يستفيد منها من خدماتها حوالي 12000 تلميذ وتلميذة. وفي المجال البيداغوجي تم توفير عدة تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة بدعم من منظمة اليونيسف، تشمل من بين مكوناتها الإطار المرجعي لهندسة التعلمات لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ودليل مدير المؤسسات التعليمية ودليل المدرسين، كما تم تضمين إطار المنهجي للتعليم الأولي مرجعية للكفايات الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة. ومن جهة أخرى تم العمل على تكييف الامتحانات الإشهادية لفائدة هذه الشريحة من الأطفال بجميع أسلاك التعليمية، وكذا العمل على تكييف المراقبة المستمرة لفائدتهم. كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأخرى كالتتبع الفردي والبيداغوجي للطفل في وضعية إعاقة، وتطوير برمجية معلوماتية لتحسين القراءة لدى الأطفال الصم في سن مبكر، والمساعدة على إنتاج معينات وأدوات تعليمية بلغة الإشارة. كما تمت ملائمة وتكييف كراسات الدعم والتعلم خلال فترة الحجر الصحي مع خصوصية أنواع الإعاقة الستة المعنية بالتمدرس، فضلا عن تهيئ مشروع إطار مرجعي وطني من أجل ملائمة نظام التوجيه المدرسي والمهني. سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون، فيما يتعلق بآلية توجيه التلاميذ، يتمحور مشروع الوزارة على المجال في هذا المجال على إرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط باستحضار ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، حيث تم تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال سواء فيما يتعلق بمؤسسة خدمات التوجيه أو بإرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم أو بإرساء بيئة مدرسية حاضنة مواكبة لهذا المشروع من خلال ثلاث خدمات أساسية تتمثل في خدمة المواكبة التربوية البيداغوجية التي يقدمها الأساتذة الرؤساء، وخدمة المواكبة التخصصية التي يقدمها المستشارون في التوجيه التربوي عبر خدمات الإعلام والاستشارة والمواكبة والاستشارة، والمواكبة النفسية الاجتماعية، وخدمة المواكبة الإدارية التقنية التي تقوم بها إدارة المؤسسات التعليمية. سيد رئيس، سيدات سادة الوزراء، سيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون، في الختام إننا اليوم أمام فرصة جديدة لتحقيق الإصلاح التربوي استنادا إلى مرجعية القانون الإطار والنموذج التنموي والبرنامج الحكومي، وبناء على خريطة الطريق تضع جودة التعلمات في قائمة الأولويات وعلى رأس اهتماماتها مختلف الفاعلين والشركاء باعتبارها المقياس الحقيقي لنجاعة وفعالية المنظومة التربوية ومردودية المدرسة المغربية.
كما تقوم هذه الرؤية الإصلاحية على ضمان تكافؤ الفرص لصالح أطفال المدارس بالوسط القروي ولفائدة مختلف فئات التلميذات والتلاميذ لتمكينهم من تعليم جيد وبفرص متكافئة، ومن شأن التنزيل الأمثل لمضامين خارطة الطريق هاته تقديم أجوبة حول العديد من الخلاصات الواردة في التقارير المجلس الأعلى للحسابات. وإنني على يقين أنه بتضافر جهودنا جميعا سنكسب حتما تحدي الإصلاح التربوي الذي يعتبر رهانا حاسما بالنسبة لمستقبل بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الوزير.